سارة أبي كان عن تيما في مسلسل الثمن، تعرف على عمرها الحقيقي وخطيبها السابق وزوجها ومعلومات وحقائق لا تعرفونها عنها. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تعتبر من الشخصيات الهامة والبارزة في مجال الفن، حيث قدمت العديد من الأعمال على التلفاز التي حصلت على إعجاب المشاهدين. دخلت سارة أبي كنعان مجال التمثيل في سن صغير، وأثبتت موهبتها كفنانة على الساحة اللبنانية الفنية على الرغم من صغر سنها. اسمها بالكامل سارة فادي أبي كنعان. عمر الفنانة حتى الآن 33 سنة. برجها الفلكي هو برج الدلو. ولدت الفنانة سارة في بيروت في لبنان. جنسيتها لبنانية. سنوات نشاطها من 2001 حتى الآن. درست سارة أبي كنعان العلوم المخبرية في جامعة البلمنت والصيدلة بالجامعة اللبنانية الأمريكية. بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت في 11 من عمرها من خلال مسلسل بنت الحي. بعد ذلك ابتعدت بضع سنوات عن التمثيل للدراسة، ثم عادت في عمر 17 من خلال مسلسل خطوات حب. عام 2015 تعلمت التمثيل في الأكاديمية الأمريكية للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية، وقامت بالمشاركة في عدد من تجارب الأداء في هوليوود. وفي عام 2017 شاركت في لجنة التحكيم للمرحلة النصف النهائية لجوائز الإيمي الدولية، والتي كانت في أبوظبي بالإمارات، وكانت تعتبر أصغر عضو في اللجنة. وفي عام 2018 شاركت في حفل جوائز مهرجان السينما الآسيوية بموسمه الرابع، والذي كان في لوس أنجلوس، وشاركت في عام 2020 في أول بطولة مطلقة لها. شاركت سارة أبي كنعان في أدوار البطولة في عدد من المسلسلات، ونالت بسببهم جوائز، وشاركت في برامج ومهرجانات عالمية كبيرة، منها مشاركتها في برنامج ضيوف المشاهير في موسمه الثالث في عام 2018، والذي تم عرضه على شاشة MTV اللبنانية. ولكنها لم تستكمل لآخره، بل خرجت في الحلقة الرابعة، ولكنها أخذت شيك مقداره 4000 دولار، ولكنها قامت بإعطائه لجمعية SOS للأعمال الخيرية. كان رصيدها في السينما والتلفزيون ما يقارب من 30 عملاً، وكانت آخر أعمالها في التلفزيون عام 2020 في عدة مسلسلات، منهم الحب جنون الجزء الثالث، وتشارك حاليا في مسلسل الثمن، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي ويبقى الحب، حيث تؤدي فيه دور ديما. وعن مشاركتها فيه قالت: مبسوطة كتير، وأنا كنت مأكدة أنه تعب هيدا المسلسل مش رح يروح ضيعان. وأكملت: بس بتضل تتفاجأ شوي عند شوية استحى من كمية الناس اللي عم تبعت هالكومنتس الحلوة. الصداقة التي جمعت تيما بسارة التي لعبت دورها رزان جمال في المسلسل خطفت قلوب المشاهدين وأثرت بهم بشكل كبير، بالرغم من بساطة الشخصية وعفويتها. في عام 2013 نالت جائزة المركز الذهبي كأفضل ممثلة شابة، وذلك عن عدد من أعمالها في مسلسلات أول مرة والقناع، عن فيلم 24 ساعة حب.
في عام 2015 نالت أيضا جائزة المركز الذهبي كأفضل ممثلة مساعدة، وذلك عن أعمالها في مسلسلات عشق النساء لو واتهام. في عام 2017 رشحت كأفضل ممثلة في لبنان، وذلك عن أدوارها في مسلسل قصة حب ومسلسل كواليس المدينة. وفي عام 2018 رشحت لجوائز الإيمي الدولية، وذلك عقب وجودها في آخر جولة لمسابقة Young Creative Awards. شاركت الممثلة سارة أبي كنعان في مسلسل بالقلب، والذي كان يعتبر أول بطولة منفردة لها، وقالت عن ذلك: لم أكن من يحدد الوقت المناسب لأكون بطلة تلفزيونية، لكن من يحددهم المخرجين والمنتجين والجمهور، وذلك إذا كنت أستحق البطولة المنفردة، وكثيرين قالوا لي أنني يجب أن أشارك كبطلة. وذلك بعد مسلسل ثورة الفلاحين، ومن أعطاني هذه الفرصة هي مي أبي رعد المنتجة الكبيرة، ويجب أن أشكرها. تحدثت سارة عن علاقتها العاطفية بطبيب، والتي انتهت بعد مرور 8 سنوات عليها، حيث حرص الثنائي على إخفائها عن الإعلام، لكنها اضطرت لإعلانها بعد تداول معلومات عن الموضوع في برنامج تلفزيوني ثم خطوبتها، لكن لم يكتب استمراريتها بسبب العديد من التفاصيل التي تمنع زواجهما. بعد ذلك ارتبطت بشاب من الوسط الفني وهو ممثل شاركها عددا من الأعمال، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه، وذلك بسبب اتفاق بينهما على إخفائها كي لا تكثر التدخلات بينهما، مؤكدة أن دوره في ثورة الفلاحين الأقرب لقلبها. عبرت سارة عن انزعاجها من الممثلين الذين يرفضون مشاهد القبل، وكشفت أن ذلك غير مقبول، وهو يحصل في الغرب ويتلقى إشادات من العرب. تحدثت سارة أيضا عن غضب والدها من مشاهد القبل التي قامت بها في مسلسلي بالقلب ولو ما التقينا، حيث تواصل معها معبرا عن استيائه من ذلك بطريقة كوميدية.